بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة مسعى الجمعة نقدم لكم اليوم فيديو جديد ونبات جديد، ألا وهو كيفية قص نبات البزروميا السعودي أو الكينوكاربوس. قدام حضراتكم بنقص الشواشي، الشوشة اللي هتكون طولها عن من 15 لـ10 سنتي أو 20 سنتي. تتم قص البزروميا في الصيف، طول الصيف تستخدم البزروميا لعمل الأسوار زي ما حضراتكم شايفين. هذه سور شو قدام حضراتكم اهي، شوشة عبارة عن 15 سنتي. تتم زراعة البزروميا في حوض، بنعمل عملية تنظيف الجزء اللي تحت اهو، ويتم زراعتها في كيس، ثم بعد ذلك عمل نفق أو حضانة. مدة الحضانة من 25 إلى 30 يوم. هذه هي طريقة قص البزرومي السعودي أو الكينوكاربوس، تستخدم في عمل الأسوار أو وتستخدم في الأماكن ذات الملوحة الشديدة، يعني لو في أرض مالحة ولا حاجة. هذا النبات يزرع في الأراضي المالحة، سوف نتكلم إن شاء الله كيفية زراعة الكيموكاربوس في كيس. دلوقتي هنتكلم عن تنظيف البزروميا كده يا حضرات. لو عجبك الفيديو لايك وشير، لا تنسونا الاشتراك في القناة وتفعيل علامة الجرس ليصلك ما هو جديد من قناة موسى على الجمعة. هذا تنظيف البزروميا، هذه الشوشة اللي مفتولها، هذا التنظيف، بنظف ثم بعد ذلك بزرع الشوشة دي في كيس 5، قلنا مدة التقدير من 25 لـ30 يوم، وهوري لحضراتكم الانتاج في نهاية الفيديو. ده بيتم زراعته في حوض، بعمل نفق عليه أو حضانة المدة 25 لـ30. قدام حضراتكم هذا التنظيف، بنضف كل حاجة. ليه أنا بنضف؟ بحيث لا تعمل عملية عفونة أو كمكمة. لو زرعت مثلا دي برايتها هتعمل عملية كمكمة أو عملية عفونة، مما يؤدي ذلك إلى نشفان العقلة أو الشوشة، هتنشف، هتنكم على بعضها وتنشف كده. أنا بخف من العود بحيث هو يقدر بسرعة، أو يقدر بسرعة ويبقى إيه خفيف، الورق خفيف على الساق، ميبقاش تقيل، مزرعوش ما يميلش. زي ما حضراتكم شايفين، اتكلمنا في الفيديو في البداية عن تنظيف البزروم السعودي أو الكينوكاربوس.
دلوقتي قدام حضراتكم كيفية زراعة شوشة نبات كيموكربوس. زي ما حضراتكم شايفين ادي الحوض، تم تجهيز الحوض قبل الزراعة. قدام حضراتكم ادي الزريع، ثم بعد ذلك عمل نفق او حضانة. اتكلمنا قبل كده عن نفق او حضانة، المدة 25 إلى 30 يوم. قدام حضراتكم الزريع، مدة زراعة الكيموكربوس تتراوح ما بين 5 لـ 6 أشهر، في فصل الصيف بداية شهر 5 لحد شهر 10 أو نص 10. إنتاج البزروميا تنتج عن طريق الشواشي فقط، يعني عايز قص البزروميا شواشي فقط. نسبة نجاح البزروميا تتراوح من بين 90 إلى 95% في الإنتاج. قدام حضراتكم الحوض بعدما تمت عملية كشف الحوض بعد 25 يوم أو 30 يوم. قدام حضراتكم كشفنا الحوض، بسم الله ما شاء الله مقدر. قدام حضراتكم اهو ادي الجدر، ادي الجدر. لو اعجبك الفيديو لايك وشير، لا تنسونا الاشتراك في قناة موسى على الجمعة ليصلك ما هو جديد من قناة موسى على الجمعة. قدام حضراتكم هذا الجدول. انتظرونا في فيديو جديد من قناة موسى على الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء مع فيديو جديد.